ضد الحزب الحاكم، وكان قلت لك نفس الماكينة هي اللي تخدم، منعوا البيان نتاع محمد علي الحلواني مش يخرج، وقعت مسيرة كبيرة. أو العيش الهمامي يمكن حاضر، كان هو موجود في المبادرة الديمقراطية، ما نعرفش عليه روح طوالت عليه الدنيا، وكان موجودين معنا اليسار الكل، فما نور الدين بن خضر الله يرحمه، كانوا فما عديد من المناضلين التقدميين واليساريين اللي كانوا مع المبادرة الديمقراطية، وصارت مسيرة في وسط البلاد، مشيت من نهج من الباساج حتى للسفارة نتاع فرنسا، يقولوا فيها معناها ملة 99% ملة ديمقراطية، هذا الشعار اللي كان يتهز في ذلك الوقت. كذلك سيبوا البيان لأن البيان كان محجوز، وترشحت أنا في القائمة التشريعية متاع رئيس قائمة في المستير زاد كذلك عام 2004، ونلقاو برشا مشاكل